طريق الألف ميل يبدأ بخطوة، وها قد بدأت الخطوة. احنا النهاردة يعتبر البداية الرسمية للتنفيذ لشبكة الطرق التي تخدم التنمية، وتنضم جزء جديد لشبكة الطرق القومية لمصر. احنا الجزء ده سمحنا بنقول هو حوالي 4000 كيلو، بيمثل ما تم إنجازه خلال 25 إلى 30 سنة اللي فاتوا. الطرق دي شرايين تنمية كلها. احنا الحمد لله بإذن الله يعني بادئين المرحلة الأولى 1300 كيلو، بإذن الله يخلصوا 5/8/2015. مشروع قومي أعلن عنه مؤخرا الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتبدأ مرحلته الأولى بتنفيذ 15 طريقا من إجمالي 39 بإجمالي أطوال 4400 كيلومتر خلال سنة، على أن تقدر تكلفة تلك المرحلة ب23 مليار جنيه. يبدو أن مسؤولي الطرق لا يرون لغير العمل الجاد بديلا ليتم وضع خطة تتضمن تنفيذ 10 كيلومترات يوميا بإجمالي إنفاق 100 مليون جنيه بتكلفة 10 ملايين جنيه للكيلو المتر الواحد. لن يتم البدء في تنفيذ أي طريق قبل مطابقته للمواصفات العالمية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، هكذا أكد المسؤولون في هيئة الطرق والكباري والنقل البري. أكدوا أيضا أنه تم تشكيل 17 لجنة للإشراف على شبكة الطرق، وتشكيل غرفة عمليات لمتابعة جدول التنفيذ، ووضع توقيتات زمنية محددة للانتهاء من كل مشروع. ومن ضمن الطرق التي سيتم البدء بها الطريق الدائري الإقليمي الإسماعيلية الزراعي بنها بطول 33 كيلومترا، طريق شبرا بنها بطول 40 كيلومترا، طريق الفرافرة عندلة بطول 90 كيلومترا، وصلة المنيا رأس غارب بطول 55 كيلومترا، تطوير طريق قنا سفاجة بطول 160 كيلومترا، المرحلة الأولى من الدائري الأوسطي بطول 35 كيلومترا، طريق خشم الرقبة بطول 110 كيلومترات، وصلة سوهاج الغردقة بطول 60 كيلومترا، طريق السويس من الإقليمي حتى السويس بطول 70 كيلومترا، طريق الوحات بطول 80 كيلومترا، طريق سوهاج البحر الأحمر بطول 180 كيلومترا. شبكة من الطرق تنضم للشبكة القومية للطرق المصرية، وتعد شرايين تنمية، شرايين يعول عليها لحل أزمات مرورية ضخمة. آية عبد العزيز، النهار اليوم.